على قدم وساق كانت الأعمال التطوعية الخيرية تتوالى في ميدان التحرير استقبالا لشهر رمضان، والمظاهر الرمضانية المختلفة كانت تتهيأ هي الأخرى لرمضان أكثر اختلافا في ميدان التحرير. طبعا جيت النهاردة عشان ناوي إن شاء الله أقضي رمضان هنا، وطبعا الروح جميلة هنا وكل الناس هنا حاجة ما شاء الله، أكيد طبعا هنلاقي حاجات جديدة رمضان، حاجات طبعا من أيام زمان بقى واللمة بقى والقرآن مع بعض ونفطر مع بعض، وهتبقى روح جميلة قوي. هتبقى جميلة جدا طبعا، هيبقى في فطار جماعي، هيبقى في سحور جماعي، هتبقى الناس كلها بتحب بعضها، نرجع لأيام التحرير الأولى اللي هي بتاع الاعتصام الأول. الفوانيس والزينة التي صنعت خصيصا في قلب ميدان التحرير ليست وحدها كما يؤكد المعتصمون ما يدعو لأن يكون رمضان مختلفا في الميدان، فرهانهم ربما يكون على ليالي السمر التي ستأتي مختلفة عن الليالي الأخرى. في عندنا أصلا لجنة ثقافية موجودة وشعراء وفنانين الثورة، برضو جزء من الجزء هيحاول ان هو يعمل ليالي السمر في رمضان. نحاول نجهز برضو ان احنا نوفر عدد من المصاحف وعدد من الحاجات اللي تساعدنا على روحانيات رمضان، وطبعا العشر الاواخر بنجهز لها خطه معينه بحيث ان احنا ان شاء الله نحاول ندعو عدد من ألمع الشيوخ من أكبر الشيوخ بتوعنا أن هم يبقوا موجودين ويحيوا رمضان. وجهة نظر أخرى بين المعتصمين، الميدان قد لا يحتاج إلى زينة والفوانيس وكل تلك العادات والمظاهر الرمضانية. من وجهة نظري زينة رمضان هم الشباب المعتصمين والناس المعتصمين في رمضان، زينة رمضان اللي هي مطالبنا اللي ملزينها في الخيم، مطالبنا اللي احنا بنطالب بيها، أنا بعتبرها دي هي زينة رمضان. وقبل أن نغادر الميدان ونودع المعتصمين، تمنى الجميع أن تكون صورة المعتصمين في هذا الشهر بعيدة عن التوتر والانشقاقات، وأن تكون العلاقة بين الجميع ملؤها التعاون والحب.